يمكن أكتر كلمة بنسمعها الأيام دي حرص من أشعة الشمس وبلاش تعرض مباشر لأشعة الشمس والتعرض لحروق الشمس وكل الكلام اللي بسبب التغيرات المناخية الكبيرة اللي احنا بقينا بنشوفها، ويمكن العادي أصلا هو بتحصل مسألة الحروق دي كل سنة. ايه المؤشرات اللي انا ممكن اشوفها احس ان انا جالي حرق من الشمس وساعتها اعمل ايه؟ هل في مثلا وصفه ما انا المفروض امشي عليها علشان احمي جلدي من انه اتعرض للحروق دي؟ خصوصا انه احنا بنتكلم عن احصائيه المركز ام دي اندرسون للسرطان بجامعه تكساس، بيقولوا انه تلت البالغين في العالم هيتعرضوا السنه دي على الاقل مره واحده لموضوع حروق الشمس، ويمكن 33 ألف حاله مصابه منهم هتضطر انها تروح للطوارئ، وبيتحدثوا كمان على انه هذه الحروق ممكن تعمل سرطان لا قدر الله. خلينا نفهم اكتر من المتخصصين. معانا على التليفون دكتور ماهر محمود استشاري الامراض الجلديه. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، وكل سنه وحضرتك بخير، عيد اضحى مبارك. وعايزه اسالك على النظم اللي المفروض اتبعها علشان احمي جلدي من الحروق بتاعه الشمس، سواء يعني أدوية أو مستحضرات أنا المفروض أستخدمها، ولو في حاجة طبيعية برضو ممكن أقدر أعملها. مساء الخير يا فندم، كل سنة وحضرتك طيبة. هو فعلا الشمس السنة دي شديدة جدا في العالم كله بسبب الاحتباس الحراري. الشمس طبعا خطر جدا جدا جدا، لدرجة إنها ممكن أشعة الشمس تسبب سرطان لا قدر الله في الجلد. معلش، أنهي أشعة دي؟ يعني عشان الناس تبقى فاهمة، لأنه حاجه بسموها اليو في ايه، هي مش مهم تكون الشمس حر قوي، المشكله في كميه الشمس اللي الشخص بيتعرض ليها والمده اللي بيتعرض ليها. فاحنا دايما بنحضر الناس انها تبعد عن الشمس اللي بين الساعه 10 الصبح و5 العصر. بنقول قبل 10 كويسه، وبعد 5 أو 6 كويسه جدا جدا جدا. طب معلش يا دكتور، في ناس ظروف شغلها بتضطرها انها تكون في الشمس في الوقت ده. بالظبط بالظبط، هم الناس اللي هم الاخطر، اللي هم بيتعرضوا لمده طويله في المده ما بين 10 ل 5، دول دايما بننصحهم ان هم لازم يستعملوا واقي شمس على قد ما يقدروا، سواء كان كريمات واقي شمس او يلبسوا كاب او شمسيه او اي حاجه تحميهم. يعني الكاب والشمسيه يشتغل بنفس يعني وظيفه واقي الشمس، لانه مش كل الناس تقدر تجيب الواقي الشمس. بالظبط بالظبط، الكاب الشمسيه، ان انا من وقت للتاني اقعد في الظل شويه. كريمات الترطيب دي مهمه جدا، اي كريمات ترطيب من الحاجات الموجوده المشهوره عندنا لو حطيناها على جلدنا تعمل نوع من الحمايه. شرب الميه الكتير مهم جدا، شرب الميه الكتير في الشمس، لان حروق الشمس مش بس ممكن تسبب غمقان في الجلد ولا شويه التهاب بسيط، لا ده ممكن توصل لحرق من الدرجه الثانيه. بيجي لي مرضى تحصل يا دكتور، بنشوفها في المصايف كتير جدا يا فندم. بيجي لي مرضى في العياده عندهم، يعني عارفه انت البليسترز او الفخاخيه اللي بيبقى فيها ميه دي، بيبقى حرق من الدرجه الثانيه ويعالج معالجه الحرق. ما هو انا هنا يا دكتور عايز اسالك سؤال، بما انه احنا برضو داخلين على فتره اجازات وناس كتير هتبقى بتصيف الاعياد بالذات، كل سنه طيبين وحضرتك بخير. ايه اللي يحصل يعني اشوف ايه على جلدي فاشوف ان انا مضطر ان انا اروح عياده او الطوارئ او غيره؟ ما عليكش نفسي بنفسي بوصفه ما مثلا كلنا عارفينها. طيب، هو بس لو مجرد شويه احمرار في الجلد في مكان محدود، مكان المكشوف ده، خلاص بنحط كريم ترطيب عادي جدا ونشرب ميه كتير وخلاص، ما نقلقش من الموضوع. لو حصل بقى ان حصل زي فقاقيع في الجلد بدا يعمل زي ميه كده فيه، او حصل زي ورم في الجلد واحمرار شديد، او لو المكان بدا يبقى في الجسم كله، الورم ده بدا يكون في الجسم كله عشان زياده الهستامين. الهستامين لما بيزيد بيبدا يوسع الاوعيه الدمويه، فبتجيب دم كتير في المكان، فالمكان بيبدا يحمر قوي ويورم قوي. في الحاله دي لازم الشخص يتوجه بسرعه للمستشفى عشان بياخد حاجات مضاده للهستامين، وساعات بياخد حاجات فيها كورتيزون. والتحسن بيبقى بعد قد ايه يا دكتور؟ الحروق العاديه البسيطه ممكن تاخد من 2 لـ3 أيام. هو اللي طالع له فقاقيع ده من الدرجه الثانيه، ده مش حرق عادي، ده من الدرجه الثانيه. هياخد له ما بين 5 أيام لاسبوع لو بدانا العلاج بدري، وده مهم عشان ما تسيبليش علامات فيما بعد. يبقى انا بهتم جدا بواقي الشمس، بهتم جدا بكريمات الترطيب، بهتم جدا بان انا ما اقعدش في الشمس لمده طويله، وابعد عن الوقت الخطر اللي هو بين 10 الصبح و5 المغرب. طيب، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور ماهر محمود استشاري الامراض الجلديه، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.